إني أمد يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله، أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. هذه الحكومة صنعت في لبنان. الأجواء التوافقية سادت الجلسة الأولى للحكومة، واللجنة السبعية لصياغة البيان الوزاري تجتمع اليوم. لا يجوز أن يكون بيانها الوزاري فريسة داعش وحزب الله. تأكيد من معرب على تمسك بثوابت قوى 14 من أذار، ومطالبة بتضمين البيان الوزاري أعلان بعبدة. هاي من الشعر قاثر بجهة مسلحة، هاي من العرب. مجزرة لقوات النظام السوري في المزيريب، والحر يقتل ويأسر عناصر لحزب الله في يبرو. صباح الخير. من المنتظر أن تنسحب الأجواء الإيجابية التي طبعت الجلسة الأولى للحكومة أمس على اجتماع لجنة البيان الوزاري التي ستستهل جلساتها مساء اليوم برئاسة الرئيس تمام سلام في السرايا لوضع البيان الوزاري. وقد تقاطعت المعلومات على أن عملها لن يواجه أي عقبات رئيسة، فيأتي نص البيان مقتضبا ومركزا ويشدد على الأولويات الملحة من دون التطرق إلى البنود الخلافية. وكانت أجواء تفاؤل طغت على جلسة مجلس الوزراء أمس التي خلصت إلى تشكيل لجنة وزارية سباعية لوضع البيان الوزاري. وشدد رئيس الجمهورية والحكومة على ضرورة الإسراع في إنجاز مهمتها حتى تنال الحكومة الثقة في غضون أسبوع. جلسة إيجابية ومثالية طغى عليها الود والتعاون الذي انسحب على تشكيلها. هذا هو الانطباع الذي خرج به الوزراء عقب جلستهم الأولى، والتي كان تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري البند الوحيد المطروح للنقاش. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي ترأس الجلسة استهل الكلام بالتأكيد على أن هذه الحكومة هي الأولى التي صنعت في لبنان وعليها أن تكون مثالا للجميع، مشيرا إلى أنه يمكن الاتفاق على الاستحقاقات والوصول إلى مكان في الوسط شرط أن يتم تخفيض سقف المطالب والتحديات. كما شدد على أهمية الإسراع في صياغة البيان الوزاري خلال أسبوع ومواكبة المشاريع والخطط والقوانين، وأبرزها اللامركزية الإدارية وإطلاق دورات التنقيب عن النفط ومواكبة خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان والاجتماعات اللاحقة المرتبطة بها وموضوع تسليح الجيش من المساعدة السعودية الاستثنائية وقضية النزوح السوري. أما رئيس مجلس الوزراء تمام سلام فأكد أن طموح هذه الحكومة توفير الأمن، لكنها تحتاج دائما إلى الغطاء السياسي، والذي يجب أن يواكبه أيضا خطاب سياسي بعيد عن التشنج ومواقف بناءة من مختلف القوى السياسية. وقرر المجلس تشكيل اللجنة الوزارية لإعداد مشروع البيان الوزاري برئاسة الرئيس سلام وعضوية الوزراء بطرس حرب، علي حسن خليل، محمد فنيش، جبران باسيل، وائل أبو فعور، نهاد المشنوق، وسجعان قزي. وأشار فخامته إلى أن هذه الحكومة صنعت في لبنان، مكررا ما كان يقوله دائما أنه بعد 20 سنة من وجود سوري كان يساعد في تأليف الحكومات، فأتينا من جديد لنقيم دولة ونؤلف حكومات. ودعا فخامة الرئيس إلى السرعة في تسلم الوزارات، وأن يكمل كل وزير ما بدأه سلفه، وأن يعيد الاعتبار إلى دور المدير العام للوزارة. وأجمع الوزراء في مداخلاتهم وعقب الجلسة على ضرورة توفير أعلى درجات التعاون والانفتاح تسهيلا لعمل المواطنين، فيما أكد وزراء قوى 14 من أذار على ضرورة أن يسود منطق الدولة في عمل الحكومة. وقد اعتبر الوزير أشرف ريفي أنه في حال استمرت الأجواء على ما هي عليه لمدة 4 أشهر فيمكن للبلد أن يخرج من أزمته، مؤكدا أن لا فيتوات على البيان الوزاري. فيما أشار الوزير سجعان قزي إلى أهمية أن يتضمن البيان الوزاري ما جاء في كلمتي الرئيسين سليمان وسلام.
جلسة وئام ومحبة لحكومة أكدت أنها لن تستطيع أن تصنع المعجزات، لكن الأمل يبقى معلقا على أن تظهر المعجزة في البيان الوزاري، والذي أكدت مصادر مطلعة للمستقبل أنه سيكون هناك تعاون كبير لإخراج بيان مقتضب من دون حصول مشكلات، لا سيما على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وأن هناك شبه إجماع ونوايا جيدة من أجل الإسراع في إخراج هذا البيان من وحي كلام رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى، والتي أمل فيها أيضا أن يكون هناك جلسات لمجلس الوزراء في مقره الأساسي في المتحف بعد أن تم إعادة تأهيله تطبيقا للدستور. من بعبدة، شهير دريس، تلفزيون مستقبل. نقلت صحيفة النهار عن مصدر دبلوماسي تفاؤله بحصول تفاهمات بين الأطراف اللبنانيين في ظل رعاية إقليمية، ملمحا إلى إمكان إعلان حزب الله بعد نحو شهر أو شهر ونصف في شهر إنهاء مهمته في سوريا وسحب مقاتليه، مسقطا الذريعة التي يعلنها التكفيريون للقيام بعمليات تفجير إرهابية في لبنان. وسط هذه الأجواء واصل الوزراء الجدد تسلم مهامهم من أسلافهم. واصل الوزراء الجدد تسلم مهامهم في الوزارات، ففي وزارة الداخلية والبلديات تسليم وتسلم بين الوزير نهاد المشنوق والوزير السابق مروان شربل. أدعو الجميع من قيادات سياسية وقوى حية إلى التضامن وتضافر الجهود لتوفير مناخات الاستقرار والطمأنينة كرم لبنان واللبنانيين. الأمن وحدة لا تجزأ واستحقاق لا يقبل القسمة بين على لبنانين، وإلا نسقط حينها جميعا في أفخاخ الأمن الذاتي بما يعنيه من انهيار الدولة والوطن. تسليم وتسلم في وزارة الاتصالات بين وزيرها الجديد بطرس حرب والسابق نقولة سحناوي. أنا وياه أكيد بيجمعنا حب الوطن وبيجمعنا روح المسؤولية. أنا بدي أتعهد قدام اللبنانيين أني أنا سياسة المناكفة ماني جاي مارسها، أنا جاي أعمل سياسة المصلحة الوطنية العامة. المشهد نفسه تكرر في وزارة المالية، حيث تسلم الوزير علي حسن خليل المهام من الوزير السابق محمد الصفدي. يسرني أن أسلمك مسؤولية الوزارة بعدما تحققت فيها إنجازات هامة. نحن أمام جملة من الخطوات الإصلاحية التي بدأت ومن الواجب أن تستكمل. الوزير وائل أبو فعور تسلم مهامه في وزارة الصحة من سلفه الوزير علي حسن خليل. المرحلة القادمة مرحلة عمل منتج ومرحلة عمل إيجابي. وفي وزارة الأشغال تسلم الوزير غازي زعيتر مهامه. العملية نفسها تكررت في وزارة الشؤون الاجتماعية بين الوزير رشيد درباس والوزير وائل أبو فعور. أنا أعتقد أن الملف السوري هو في حقيقته هو الملف اللبناني الأكثر خطورة. الوزير ميشيل فرعون تسلم مهامه في وزارة السياحة من سلفه الوزير السابق فادي عبود. قطاع السياحي النمو والتطور هو الأمن، هو النظام، هو نسلم الجيش سلاح وهو يهتم بالأمن. الوزراء الجدد أكدوا متابعة مشاريع الوزارات وتطويرها. من معراب مطالبة للحكومة بأن يتضمن بيانها الوزاري إعلان بعبده. هذه هي حكومتي، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ممازحا الإعلاميين لدى سؤاله عن رأيه بالحكومة عقب لقائه في معراب النواب مروان حمادي فؤاد السعد أنطوان سعد ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد. سعيد وضع هذه الزيارة في إطار تأكيد ثوابت 14 من أذار. نحن هنا من أجل التأكيد على ثوابت 14 أذار، والتأكيد على أنه الفريق الذي دخل إلى هذه الحكومة مطالب من قبلنا كجمهور 14 أذار وكشخصيات 14 أذار وكقيادات 14 أذار أن يحمل بأمانة ثوابت 14 أذار. بدوره أكد حمادي وجوب أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة إعلان بعبدة، وأن تكون حصرية القرار السياسي والإمكانات الأمنية في يد السلطة الشرعية، مشددا على أن لا أحد في قوى 14 من أذار يغطي أفعال حزب الله في سوريا ولبنان. حكومة طبعا ستعمل من أجل مكافحة الإرهاب، وستعمل أيضا من أجل منع تدخل لبنان أو قوى في لبنان في الحرب السورية. وكما قال الرئيس سعد الحريري في أكثر من محطة،
فنحن لن نقع فريسة الحرب بين داعش وحزب الله. ولذلك هذه الحكومة التي ستضع ابتداء من الغد بيانها الوزاري لا يجوز أن يكون بيانها الوزاري بيانا هو فريسة داعش وحزب الله. ومن معراب أن أقول هذا الكلام، نحن لسنا معارضة للحكومة، نحن لسنا معارضة في 14 أذار، 14 أذار واحدة، ولكن واحدة باجتهادات وآراء متعددة. حمادي رد على خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بالقول إن الشعب السوري بكل طوائفه ليس تكفيريا، بل التكفيري هو من يقاتل هذا الشعب على الأرض السورية خلافا لمصلحة لبنان ولضميره. ذكرت صحيفة المستقبل أن المجموعة الدولية لدعم لبنان قررت أن تعقد اجتماعا لها في باريس في النصف الأول من الشهر المقبل، وسيشكل المؤتمر فرصة للأسرة الدولية لكي تعيد التأكيد على دعمها سيادة لبنان واستقلاله وضرورة حماية استقراره من تداعيات الأزمة السورية. وفي سياق متصل، رحب الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال بالحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لدعم لبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقراره، وهذه هي من الأهداف الأساسية لسياسة فرنسا الخارجية. وصل الرئيس سعد الحريري إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد يضم النائبين سمير الجسر وجمال الجراح والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والمستشار الدكتور رضوان السيد والسيد نادر الحريري. ويلتقي الحريري كبار المسؤولين المصريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي، ويجري معهم محادثات تتناول آخر المستجدات في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. أغارت مروحية سورية على منطقة وادي عجر مواد الرعيان في جرود عرسال مستهدفة رتلا للسيارات بأربعة صواريخ، ما أدى إلى إصابة المواطن محمد علي الحجيري من عرسال. كذلك أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه تعرض سهل بلدات حربتة البزلية واللبوي قضاء بعلبك الهرم العصرا لسقوط 5 صواريخ مصدرها الجانب السوري من دون تسجيل أي إصابات بالأرواح. وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش إلى المكان واتخذت التدابير الميدانية المناسبة، كما يقوم الخبير العسكري بالكشف على أمكنة انفجار الصواريخ. وفي الجنوب أعلنت قيادة الجيش أنه على أثر سقوط طائرة من دون طيار تابعة للعدو الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق في منطقة ميس الجبل الحدودية لجهة الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت دورية تابعة للعدو بمحاولة سحب حطام الطائرة وإطلاق عيار ناري في الهواء، وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الدفاعية المناسبة لمنع قوى العدو من خرق الأراضي اللبنانية. وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من 10 جنود اجتازت السياج التقني الشائك في منطقة كروم المراح في خراج بلدة ميس الجبل من دون أن يجتازوا الخط الأزرق، حيث عثروا على بقايا حطام طائرة التجسس التي سقطت في المنطقة في ظروف غامضة. بعد الفاصل تتابعون في النشرة. عدوى العنف الأسري تصل إلى الجالية اللبنانية في أستراليا. أهلا بكم من جديد. هل الوقت مناسب اليوم للحصول على قرض سكني لشراء مسكن في لبنان؟ التقرير لباسل الخطيب. كل القطاعات في لبنان تأثرت في السنوات الثلاث المنصرمة بسبب التشنج السياسي والحرب في سوريا وتداعيات ذلك على الاقتصاد اللبناني وتراجع الثقة لدى اللبنانيين، وذلك معقول، إلا أن غير المقبول هو أن نلاحظ هبوطا ملحوظا بالقروض السكنية، حيث كل من يرغب بتأسيس أسرة مضطر لشراء منزل، وذلك يعود للأسباب نفسها التي أثرت في معظم القطاعات. كان في تردد لدى المواطن بتوظيف ادخاره الشخصي. أكثر سنة جينا طلبات ومنحنا قروض هي 2010، يعني منحنا قروض بحدود 210 مليار. 2012 انخفض عدد الطلبات وأنجزنا بحدود 150 مليار، وبال2013 حدود 100 مليار. يعني
الكورب نازلة نظرا استنادا لعدد الطلبات اللي عم تتوافد على المصرف. نتأمل انه الانجاز باخر 2014 يكون احلى من 2013. وبحسب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان جوزيف ساسين، فإن الإقبال تحسن منذ 3 أشهر بسبب تفاؤل الناس بحلحلة في سوريا، وبالتالي إذا بدأت ورشة إعادة الإعمار سترتفع أسعار مواد البناء في لبنان. إنتاج الترابي رح يروح لسوريا، استيراد الحديد لسوريا، وبالتالي الكونستراكشن كوست يعني كلفة البناء، نسبة طلبات العاملين خارج لبنان بتزايد مستمر. يعني بلغ هلا بتبلغ من البورتفوليو تبعنا من محفظة القروض عندنا صار بتشكل 52%. هل الوقت مناسب اليوم لشراء شقة في لبنان؟ بنصح انه يلي عنده حاجة سكنية هلا الوقت يشتري. يعني هلا الوقت يشتري. حسن هلا في مجال للمفاوضة على الأسعار. الأمر يلي سيصعب بعدها. يذكر أن سقف القرض لدى بنك الإسكان يبلغ 800 مليون ليرة لبنانية، أما مدة التسديد فهي 20 سنة ومعدل الفائدة 4.5%، في حين يغطي القرض من بنك الإسكان ما نسبته 80% من ثمن الشقة. عدوى العنف الأسري التي تضرب لبنان تصل إلى الجالية اللبنانية في أستراليا. مارغريت طنوس ضحية قتلت على يد زوجها بدم بارد. تقرير سلمان العنداري. She was taken to hospital. هكذا أعلنت وسائل الإعلام الأسترالية خبر مقتل اللبنانية مارغريت أبو كريمة طنوس على يد زوجها في منطقة بانكستاون في سيدني. عدوى العنف الأسري الذي يضرب لبنان انتقلت إلى بلاد الانتشار، حيث تعرضت مارغريت لضرب مبرح من قبل زوجها جورج طنوس، وما لبثت أن فارقت الحياة بعد أن نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح بالغة في الرأس. الشرطة الأسترالية ألقت القبض على الزوج في شقة تقع في الشارع نفسه حيث مركز الشرطة. إلي ابن مارغريت الذي وجدها ملقية على الأرض ومقتولة رث والدته على صفحته على فيسبوك بكلمات مؤثرة واصفا إياها بالملاك الأقرب إلى قلبه، قائلا إنها تعذبت طوال 18 عاما. في شقة مسقط رأس مارغريت حزن وصدمة، صورها توزعت في أرجاء المنزل. مارغريت تحولت إلى ذكرى تحرق القلوب. الله يسامح لي. الله يسامحه. ذو مارغريت تحدث عن ابنتهم التي قضت على يد زوجها بدم بارد. مدري أصار قام العصا وضعصه ومطعها راسه شحطها على الحمام وبلش يخبط لها راسه بقلب الحمام، قلبت بالارض وغبيت. عندما رجعت فاقت نتفة جاب لحلة رايحت عملي تجميل ايديك، انا بدي جملك منيح، شال المقص وبلش يشرخ فيها بوجهها. الرجال بس يضرب المرأة كف، مش يضرب على يقتلها، كف واحد بس كف، لازم اقل شيء 6 شهور سجن دون اي رحمة. مارغريت طنوس انضمت الى كريستال ومنال ورولا وغيرهن من النسوة اللواتي يدفعن ضريبة العنف كل يوم. الشاعر أنس الحاج في ذمة الله. تقرير منير الربيع. وفجأة يكتشف أنه هو قطع، انتقل إلى الضفة الأخرى لطالما أقسم بأن ينسى قصائده ليحفظ حبيبته. حبيبته تلك الرسولة بشعرها الطويل، هو من النثر أخرج قصيدة لكن المرض أخرج جسده من الحياة. حتى يجيء الموت حين يجيء أخف من هواء الحرية. بهذا الرهف وصف الشاعر أنس الحاج الموت بأنه خيال الحياة، خيال لابد من واقعيته. هي واقعية الحياة. طوى أنس الحاج صفحات ملأها من روحه، ترك القلم وحيدا لحبره وغادر. في شعراء إذا غابوا بيتركوا وراء جرح كبير ما بيطيب إلا ما يطيب الوجع، وفي شعراء إذا غابوا بطول الجرح بعدهم لأنه الوجع على غيابهم بيبقى ساطع عقد ما يطول الغياب. كتب في مختلف الصحف اللبنانية كالنهار التي رأس تحريرها من عام 1992 إلى عام 2003،
والحياة والأخبار، له العديد من الدواوين الشعرية أبرزها لن، الرسولة بشعرها الطويل، ماضي الأيام الآتية، والوليمة، كما له كتاب من 3 أجزاء هو كلمات، وكتاب آخر في التأمل الفلسفي والوجداني في 2 هو خواتم. وتجاوز القصيدة الشعرية إلى لغة نثر جديدة يصح أن نناقش قول فيها أنها قصيدة شاملة. الجميل في كل هذا الموضوع أنه نص أنسي مصفى بالإنسانية، يتوارى باتجاه الداخل الإنساني في العمق الإنساني. هي البساطة تبهر الحكمة دائما، بساطة الوجود والرحيل، فبرحيله يصمت الكلام، ففارس الكلام ترجل ببساطة وألم صامت عن صهوة الشعر، وعلى حياته وضع نقطة في نهاية السطر. النشرة الصباحية مستمرة وفيها بعض الفاصل. قتلى وجرحى بأوكرانيا والأمن يمهل المحتجين. نواصل تقديم النشرة. في الميدان السوري ارتكبت قوات النظام مجزرة في بلدة المزاغريب، فيما استطاع الجيش الحر قتل وأسر عددا من عناصر حزب الله في يبرود، كما أغار طيران النظام على غالبية المحافظات السورية ولا سيما مدينة درية في ريف العاصمة. هكذا يرثي هذا الرجل ما تبقى من طفلة قتلت في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات النظام السوري بالبراميل الحاقدة على مدرسة في قرية المزارب أدت إلى مقتل 19 مدنيا. وببراميل أخرى وقنابل عنقودية استمر النظام في حملته التي طاولت قرى عدة في ريف الدرعة. وفي القلمون بريف دمشق تكثف قوات الأسد وحزب الله الحشود على تخوم يبرود التي شهدت محاولات اقتحام على جبهات السحل ومزارع ريمة تصدى لها الثوار. وفي وقت تحدثت غرفة العمليات الموحدة في القلمون عن مقتل أكثر من 40 عنصرا من جنود حزب الله خلال 3 أيام الأخيرة وأسر 15 عنصرا. الله أكبر. دارية بدورها تعرضت لحملة البراميل المتفجرة وغارات طائرات الميج. المواجهات توسعت إلى ريف حماة ولا سيما حواجز السمان والمداجن ومدينة مورك لتعود طائرات النظام وتنتقم من قرى الريف. وفي وقت خرجت تظاهرة منددة بإتمام أي مصالحة مع النظام في مدينة حمص المحاصرة. استمر تصدي الثوار لقوات الأسد وحزب الله في قرية الزارة بريف حمص، حيث تمكن الجيش الحر من تدمير المدرعات النظامية. أما في ريف القنيطرة، محاولة قوات الأسد استعادة مناطق خسرتها قبل أيام جوبهت باشتباكات عنيفة ومقاومة من الجيش الحر. الله أكبر. قتل أكثر من 40 عراقيا في 7 انفجارات بسيارات ملغومة داخل مدينة الحلة والمناطق المحيطة بها على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة العراقية بغداد وفي بلدات الحصوة والمحاويل والمسيب القريبة، في حين تعرضت بغداد لتفجيرات أوقعت 14 قتيلا في مناطق تقطنها الغالبية الشيعية، ولم تعلن أي مجموعة على الفور مسؤوليتها عن أي من الهجمات. قتل 15 شخصا بينهم 6 من الشرطة وأصيب العشرات بجروح في مواجهات اندلعت بين قوات الأمن ومحتجين سعوا للتقدم باتجاه البرلمان للمطالبة بتقليص صلاحيات الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر المعارضة قولها إن القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بالرصاص وأن معظم الجرحى أصيبوا جراء انفجار قنابل صوتية وأن 30 من الجرحى حالتهم خطرة بسبب إصابات في الرأس. من جهتها اتهمت روسيا الغرب بالتسبب في عودة الاشتباكات، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ودعت ألمانيا إلى الحوار. ونصل في ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. هذه الحكومة صنعت في لبنان. الأجواء توافقية سادت الجلسة الأولى للحكومة
واللجنة السباعية لصياغة البيان الوزاري تجتمع اليوم. لا يجوز أن يكون بيانها الوزاري فريسة داعش وحزب الله. تأكيد من معراب على التمسك بثوابت قوى 14 من أذار ومطالبة بتضمين البيان الوزاري أعلان بعبده. هاي من الشعر القاذر بجهة مسلحة هاي من العرب. مجزرة لقوات النظام السوري، فيلم زيريب والحر يقتل ويأسر عناصر لحزب الله في يبروك. بهذا نصل إلى ختام النشرة الصباحية، نتمنى لكم بقية يوم هادئ، إلى اللقاء. إني أمد يدي إلى جميع القيادات، فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله